ومن الجمعيات المشاركة في حفل ومعرض جمعية أطال الإسر المنتجة بالعجاجة، جمعية تنمية الأهلية بمحافظة الشملي، ومعنا الإعلامي وعضو الجمعية الأستاذ عبد المجيد الذياب. حياك الله يا أستاذ عبد المجيد، بيض الله وجهك حقيقة الحضور والمشاركة والتغطية. اليوم جمعية التنمية الأهلية في محافظة الشملي مشاركين في ذا المعرض، معرض عطاء جمعية عطاء الله يعطيهم العافية، مشاركين كما تشاهد دكتور عبد الرزاق شغل حرف يدوية من الإسر المنتجة في محافظة الشملي. هذا يلبسون الفرو النساء تدفئ البرد، كذلك شغل الأشياء الخشبية شغل منوع حقيقة. وحنا عرضنا عينة بسيطة من مشاركة الأهالي معنا، وسعداء حقيقة في المشاركة وإظهار دور أهالينا في المحافظة، وهذا حقهم علينا حقيقة. بإذن الله إن شاء الله أنه على مستوى منطقة حائل هذه نواة جمعية العطاء، وبإذن الله خطط لدينا. نشكر أبو فيصل. نعم. فخطط لدينا بإذن الله قادمة صالح السليمي مستوى حائل. نعم والله هذا دائم واقف معنا، الله يعطيها العافية. معروف 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 حقيقة مشاركة جمعية الشملي الشملي داعم دايم دايم والله دايم الله يطول عمرك. نقدر لك جهودكم، الله يطول عمرك، نقدر الجمعية جهودها، هذا ممثل بشخصك الكريم، بيض الله وجهك، الله يعطيك العافية، وهذا حق واجب مشاركة، يعني ما أول مرة يعني دايم ومعنا هذا من باب التعاون، من باب نعم المسؤولية الجميع على تشجيع الحرف، تشجيع الصناعات اليدوية هذه، فهذا تشكرون عليها. الله يعطيك العافية. لا شك اليوم الحمد لله يعني كثير استفسر منا وأخذوا أرقام الخواتم ويتواصلون معاهن، لبعضهم بيشتري الشغل هذا وبعضهم مشجع وبعضهم يبغى يوصل الصوت أكثر وأكثر.